للتفصيل أكثر حول ما يجري هنالك من واقع المساعدات ينضم إلينا من معبر رفح عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية من الجانب المصري. معبر رفح من الجانب المصري، أهلا بك عبد المنعم. ضعنا في تفاصيل الواقع الإنساني والمساعدات التي يريد الجانب المصري دفعها إلى قطاع غزة. الهن رعد لليوم الخامس على التوالي، وتواصل دولة الاحتلال إغلاق منفذ كرم أبو سالم أمام تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وأمام الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تتوجه من الدولة المصرية صوب منفذ كرم أبو سالم، تمهيدا لدخول هذه الشاحنات إلى قطاع غزة من منفذ كرم أبو سالم الذي يعمل بشكل مؤقت 5 أيام من منع الشاحنات ومنع دخول أي من أنواع المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة في ظل مسلسل العراقيل الذي لا ينتهي من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي والتجويع الممنهج من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى المدنيين الأبرياء في سكان قطاع غزة. 5 أيام وتمنع فيها دولة الاحتلال أي نوع من أنواع الشاحنات التي تنفذ إلى الأراضي الفلسطينية وبالتحديد قطاع غزة، بالإضافة إلى أن هذه قبل ذلك أيضا منعت دولة الاحتلال وقلصت أعداد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تقليصها لأيام عمل منفذ كرم أبو سالم. نعم عبد المنعم، يعمل منذ الأول من سبتمبر وحتى هذه اللحظات خلال يومين أو 3 أيام فقط. معك رعد. نعم عبد المنعم، إذن ما زال المعبر مغلقا وفق بسبب الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك عبد المنعم لهذه الرسالة من معبر رفح.